اهلا بكم مره تانيه في رحله طويله مع الخاينين والمتخانين. ودلوقتي هنقدم لحضراتكم وجبات الخيانه الكومبو اللي هي الخيانه المشكله. عندنا الخيانه العائليه والسياسيه مع بعض في وجبه واحده. اذا ارادت اصاله ان تصف شخص ما الخائن، من يكون هذا الشخص؟ لمين بتقولي اليوم انا وضميري مرتاح بقول لك انت خائن؟ شخص او شخصة؟ حيلا. يعني خليني اقول لك على اقرب المقربين. اخي ايهم. اخي ايهم الله يهدي. تقولي له خائن؟ عائلته وضميره شعبه. ليه كده ست اصاله؟ ده الضفر ما يطلعش من اللحمه برضه. منها لله السياسة اللي خربت دماغنا. على مستوى الوطن مين اليوم بتعتبريه هو أكثر من خان سوريا؟ الناس اللي عندها مصاري. اللي عندها؟ مصاري. مصاري؟ خافوا على مصالحهم هدول الناس، لأنه الظاهر هي هيك الدنيا، يعني الظاهر إن أوقات بتمشي هيك. الناس اللي عندهم مصاري خافوا على مصالحهم، مثل بكل بلد بتشوفهم بيتلونوا. وعندنا نوع تاني من الخيانة، هي الخيانة العسكرية، ودي بطعم السم الهاري وكلنا دقناه، بس ربنا أنقذنا في آخر دقيقة. لو كنت قاض عسكري، من ستحكم عليه بالخيانة العظمى من السياسيين الحاليين وتطالب بإعدامه رمياً بالرصاص؟ مكتب الإرشاد كله ومعهم الرئيس مرسي. خيانة عظمى؟ خيانة عظمى. أين الخيانة العظمى التي ارتكبها مكتب الإرشاد؟ التخابر مع أمريكا، التخابر مع تركيا، حماس، فتحين الباب لحماس اللي هي كجزء من الأخوان المسلمين. الحمد لله لقينا المصل والعلاج بسرعة في 2013 عقبال الكورونا بقى اليومين دول. في كمان نوع تاني من الخيانة جديد نسميه الخيانة الفضائية. في الفيديو اللي اتسرب ده بعيدا عن في المحتوى، ولكن اتظلمنا لأن احنا كنا رجالة قاعدين مع بعض بنتكلم بنهزر. مش ميدو وحازم وسيف ومجدي عبد الغني كانوا مقصودين بقصد؟ المقصود ان يتعمل فضيحة للمحطة، يتعمل فضيحة للإعلام، او يتعمل شوشرة للمحطة، للمحطة وللإعلام المصري يعني. فاحنا اتظلمنا يعني ده حد بقى من برا مصر. من برا مصر دي خيانة للأمانة. بس بصراحة هو كان فيديو مسخرة، وعايز اعترف لكم ان ده الحديث الطبيعي في أي قعدة رجالة، بس اللي يتقفش بقى. في نوع تاني منتشر جدا اليومين دول، هو خيانة العيش والملح والعشرة. للأسف الشخص ده أنا كنت بعتبره زي أخويا، وبعد كده اكتشفت إن هو كمان بيتكلم في أسرار بيتي، فده ضايقني قوي منه. يعني بيروح يقول إن ده مي ومحمد يعني كنت بروح البيت عندهم ولما بيتخانقوا بصالحهم وحاجات كده، فدي أسرار عيب ما ينفعش تقولها. تدخلت بيتي وده كان فعلا بيحصل؟ مرة اتخانقت فعلا أنا ومحمد وهو جه صالحنا على بعض وكده، فعيب أنت ليه تقول كده؟ فزعلت منه قوي الشخص ده بالذات، لأني كنت رسماله صورة كده إن هو حد مهذب ومحترم، ولا ده ما يطلعش منه العيب. احيانا مي الازمات بتحصل لنا عشان نعرف العدو من الحبيب. أكيد. الكويس من الوحش. بتفلتري القايمه بتاعتك طبعا، ما تزعليش. لا دي قايمه بقت زيرو. عايزه توجهي لهم عتاب؟ لا من غير خالص. حتى ذكر اسماء؟ لا، عقاب الندل اجتنابه. اجتنابه. يا ساتر على الصحاب وعمايلهم. وبقتش فرقه على فكره في السن ولا في المراكز. اللي ضيع عليا الدور ده الدور السلبي. نعم. لصديق عمري عمرو موسى. صديق عمري عمرو موسى، عمرو موسى كان هو الامين عام للجامعة الدول العربية، والمسموعة كلمته لدى قطر والسودان. لو كان خدني من ايدي ولف على الدول دي وقال انا اضمنه كنت خدت المنصب. بص دكتور، هو المنصب خسر حضرتك اكيد، لكن انا خايف تكون ظالم استاذ عمرو موسى. وبعدين حكاية انا اضمن الراجل ده تنفع لو رايح معاه تشتري تلاجة بالقسط من شارع عبد العزيز، لكن ده منصب رفيع واكيد كان فيه حسابات تانية احنا ما نعرفهاش. على عموم كده انتهينا من الخيانة في البرنامج، بس طبعا هتفضل الخيانة هي سكينة تلمة بتذبح بيها ناس ممكن يكونوا ما يستاهلوش منك كده أبدا. شوفكم الحلقات الجاية في لحظات جريئة.